عايزين نعرف الناس مصدومه من فكره ان مفيش كريزي تاكسي 3، فليه مفيش كريزي تاكسي 3؟ والله هو مش احنا احنا دلوقتي بنفكر ان احنا نقدم براند كريزي دوت، مش شرط يبقى تاكسي، ممكن يبقى كريزي مان، كريزي اكتر، كريزي دكتور، كريزي اي كريزي، بس اي مجنون في ان شاء الله احنا هنقابل المجنون ده موجود، ما نقدرش نتخلى عن الجنان يعني. فان شاء الله هيبقى فيه كريزي بس مش تاكسي بقى، او هتبقى حاجه يعني ان شاء الله بعيدا، هي الفكره بس في التاكسي ان شاء الله. هنخرج من التاكسي مره، لو لقينا الناس عايزين نرجع التاكسي نرجع التاكسي تاني، يا سلام. ايوه طبعا. انت اعلنت اصلا كمان ان انت خلاص بتجهز لحاجه جامده في رمضان. لا ما اعرفش، ما اقدرش اقول جامده، انا بحاول بجتهد وقاعدين شغالين. انا اللي بقول جامده، والله الناس عارفه كمان انها جامده. يا رب احنا شغالين على برنامج ان شاء الله جديد، ان شاء الله يا رب يكون على قدر مستوى الجمهور والناس تتبسط وتبقى سعيده، واحنا والله العظيم ما بننامش عشان الناس تبقى مبسوطه. نقدر نقول ان انت المنافس الاول لرامز جلال؟ لا 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 لا، انا من الفانز بتوع رامز. ده استاذ يا عم، انا بتفرج والله العظيم عليه وبضحك وبستمتع جدا. انا مش بحط نفسي في مقارنه مع حد خالص، رامز استاذ واستاذي ويعني وزميل وزميل يعني، ان هو خريج اكاديميه الفنون او معهد فنون مسرحيه وفي النقابه طبعا. فلا ده رامز، انا متربي بتفرج على يعني طول الوقت كنت بتفرج على رامز. يا رب انا ابقى يعني، فكره انك تحطيني مقارنه معاه لا مش دي اللي انا اقصدها، اقصد ان انا لا ممكن ابقى اعمل حاجه تنجح زيه. اكيد اي حد بيبقى طموحه انه ينجح ويكسر الدنيا، فيا ريت، ده هو ايقونه ما شاء الله عليه. تمام. بس لما الناس بتبتدي تربط بينك وبينه مثلا وتقول لا خلاص بدات انت تبقى احسن، وده حصل عند انا حتى في التعليقات، تقول انت احسن من رامز كتير وواقعي عنه يعني. لا هو انا مش بحب ان انا بحب ان انا والله بشتغل وبعمل اللي عليا، والاصابه والاخفاق من الله يعني. لو انا عملت حاجه اصابت وبقت كويسه ده فضل من ربنا، اخفقت يبقى اكيد الخير يكمن في الشر، فاكيد يبقى ربنا برضو رايد الاحسن. فانا يعني بجتهد انا والكرو اللي معايا والمجموعه اللي معايا بقدر الامكان ان احنا نطلع حاجه ترضي الذوق العام يعني. نادي المرايه هتعمل له حاجه تاني ولا لسه؟ لا انا نادي المرايه كان لحد دلوقتي كنا تقريبا خلصنا السيزون اللي كنا متفقين عليه، وان شاء الله لو في جديد ان شاء الله هقول يعني. حلو جدا. عندك ايه جديد لرمضان بقى ان شاء الله؟ جبت طقمين جداد هلبسهم في العيد. لا ان شاء الله. الوانهم بس. لا الله يخليك. انا لحد دلوقتي رمضان عندي البرنامج بس، وفي كلام مش رسمي على في مسلسل لسه، ده ما يعني لسه ما اقدرش اقول ايه هو غير لما امضي رسمي يعني. وفي ان شاء الله سينما ان شاء الله، دعواتك ويا رب يا كريم. يا رب. بس انا عاوز سينما بطوله دي، كان المفروض يعني ده اللي عرفناه برضه. والله لا عملت حاجه، في فيلم هينزل اسمه رائد جماعي، بس ده من زمان قوي وكان في تعثر في نزوله يعني، طبعا بسبب المشاكل اللي حصلت بسبب الكورونا وبسبب الكلام ده كله. ان شاء الله ده، بس ده كان حاجه برضه كانت تراجيدي جدا يعني. ده بس ده من فتره كبيره جدا. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اللي جاي هيبقى ان شاء الله يبقى لايت كوميدي ان شاء الله. حلو. شايف خلاص بقيت مؤهل البطوله لبطوله عمل كامل يا ابراهيم؟ عمري ما شفت نفسي غير ان انا اشتغل على دور كويس يعني. انا الدور اللي اعمله يبقى كويس، مش شرط يبقى بطل، مش شرط يبقى، بس يبقى دور مهم مؤثر، الدور يفرق يعني، يهمني الفيدباك، يهمني راي الناس. اهم حاجه عندي في الدنيا هو الناس تبقى مبسوطه طول الوقت. وان انا يعني زي ما قلت لو تفتكر سجلنا قلنا قبل كده، قلت لك انا منهم وليهم يعني. انا لو بعمل حاجه هو اي نعم شعار تحس ان هو بتاع انتخابات مجلس الشعب، بس لا لا خالص، مش بتاع انتخابات ولا حاجه. انا فعلا انا بحب اتعامل يعني، حتى باخد الاراء اللي بتبقى مؤثره جدا بالنسبه لي، راي الناس اللي في الشارع قوي يعني. فعلا لما بيقابلني حد ويبدا يكلمني ببدا اساله بشكل شخصي، ايه رايك؟ طب ايه اللي عجبك وايه اللي ما عجبكش؟ فيهمني اختياراتي، مش شرط ابقى بطل على قد ما ممكن ابقى سنيد او ابقى بطل تاني او ولكن يبقى حاجه مؤثره جدا، دور مهم. لو جالي دور بطل ودور مهم وورق كويس جدا وورق اي حد، يبقى اكيد انا عندي طموح ان انا نفسي ابقى بطل واعمل لوحدي، مش لوحدي كابراهيم يعني، اشيل كده حاجه ابين فيها اخرج فيها طاقه. انما طبعا انا مع العمل الجماعي جدا، ومع ان ممكن يبقى فيه اكتر من بطل، بس لان بيخلق برضه منافسه، خد بالك بيخلق منافسه شريفه طبعا، ان الناس كلها بتبقى ده بيجتهد وده بيجتهد وده بيجتهد، والمستفيد في الاول في الاخر هو الجمهور اللي احنا بنبقى متارجتينه من البدايه. تمام. اجن حاجه عملتها النهارده انك ذبحت بنفسك، ايه يا عم؟ دي مواهب ثانيه خالص. يعني ربنا يتقبل يا رب، واتمنى من الله ان تبقى يعني لله يعني، ربنا يتقبل مننا اي حاجه. اكتر حاجه انت هتفتقدها في كواليس المسلسل النهارده ايه؟
الكرو كله طاقته حلوة جدا، بداية من يعني مساعدين الإضاءة لحد الأستاذ المنتج، يعني الناس كلها طاقتها حلوة جدا، ناس محترمة جدا بتحب شغلها جدا جدا جدا، بتشتغل يعني طول الوقت بيشتغلوا على قدم وساق، يعني محدش بيستخسر ان هو بيتعبوا، وكانوا بيصوروا اكتر من الوقت الطبيعي في التصوير، يعني بيوصلوا لحد 18 و20 ساعة تصوير، والناس كلها بتشتغل بطريقة يعني في حالة من الحب وحالة من المساندة لبعض، وكله عايز ينجح وعايز يقدم حاجة كويسة بصراحة. كرو حلو جدا وكلهم ناس زي القمر. حبيبي اشكرك جدا يا ابراهيم، ولو عايز تقول بقى حاجة لجمهورك في سنة انا جديدة ان شاء الله. عايز اقول لكم وحشتوني وبتوحشوني، وانا والله العظيم طول الوقت ما بيهمنيش غير رأي الجمهور، هو رقم واحد عندي، ويا رب اكون دايما عند حسن الظن، ويا رب يا رب يا رب يا رب دايما ما اخذلكمش ابدا، و لو عايز تحس بالانبساط اتفرج على ربع عراق. حبيبي.